مسروق المغسله. وبعدين صار الحراميه هذولا، والله مشكله هذا، هاي بفككوا في المطبخ قاعدين بكسروا. استغفر الله العظيم يا رب، والله ما خلوا شيء الا. طب بكفي النكبه اللي فيها الوقت. اليهود ارحم من العرب. لا في قصدي لما الهد اليهود الواحد تحمله، مش انه يعني ارحم. لكن لما ابن بلدك كلها راحت الدار الا قصه السرقه هذه كلها. ان اليوم سمعت قاعدين برشوا بالاراضي الزراعيه اللي عندنا هنا، فسمعت صوت الدواء اللي برشوا فيه، سمعته زي صوت دبابه. هناك صار دبه، فانا يعني تعرف يعني انا ما قدرتش اقف، وقعت على الارض ما قدرتش من خوف يعني، صرت اصرخ واعيط. فاجوا يعني اخوالي يهدوني، لحتى الان يعني ممكن اتذكر. To try to improve things for the children, Kamal has salvaged their old satellite dish and set up a computer in the tent. لما استشهد كل خايفين كثير، والرصاص يجع حوالينا. لما قعدت الطيارة تخطف علينا واحنا تحت البيت، خايفة كثير. لما تضرب فينا، بتمنى نصير ببيت والواحد يعيش مبسوط قدر ما هو عايش في مخيم. مرات بكون ماسك حال، بس مرات بقدرش. Six months after her trip to the surgeon in Tel Aviv, Amal continues to suffer ill effects from the shrapnel lodged in her brain. أنا بعد ما جئت من إسرائيل صار راسي يجعني وعناية وفي صداع براسي والشظيات بيجوا من هان وهان وبيجوا من هان بتحرك في راسي وهذه هنا بتجعني في راسي. Amal's uncle and her brother Mahmoud are using scavenged concrete blocks to build the family a small shack by the ruins of their old house. A few hundred meters away is a new training area for some of Gaza's fighters. بيبقى حماس، مرة الجهاد الإسلامي ببدله حماس عند جهاد الإسلامي. يلا جاري. Hamas and Islamic Jihad are both armed militant groups committed to the destruction of Israel. But Hamas has been governing the Gaza Strip since winning democratic elections in 2006. هايهم بين الشجر، بين الشجر. أمك قبل الحرب قعدت أفكر إنه أقرأ في دروسي وأتعلم أصير في صف إيش. بعد الحرب صرت أفكر، ما أفكرش كتير، صرت بس أفكر إنه أطلع مدافع عن الوطن. احنا برضه بدنا ندافع عن الوطن ان شاء الله، مش حنخلي فتر واحد يخشوا اليهود. نثبت رمل هالقد ما ياخذوهاش. شوف كمحمود، يعني لما بقول انا بدي اخذ بثقر ابويا وهذا، من اللي شافه يعني بني ادم فقد ابوه؟ ايش اللي ينسيه؟ مستحيل ينسى.
ان شاء الله ان شاء الله اقتل واحد بس معايا واحد احسن من بلاش. يا ريت كنت فعلا انقم منهم، بس فاهم الهم اولادي هذول الصغار كيف بدهم يعيشوا معي يتيتم الابو واللي متيتم الام. لا لكن طول ما في احتلال اكيد الكل بفكر بال بمهاجمة الاحتلال. شايف كيف السلاح؟ محمود's uncle is a member of Islamic Jihad. هذا هم ايش في الدورة، شايف كيف الشباب هم بتدربوا؟ هاي شايف هو مستشهد كيف؟ شايف كيف عاد بحسش ولا بحاجة هذا؟ زي الدبوس. شايف؟ هذا مصارين والكرش تبعته هذا. شو صفة الجرحان؟ هي ايش؟ عبارة عن متفجرات حاطة معنا ببسطه، معز كبسة زي هيك تجول فجر ايش؟ حاله فيهم. عندك سلاح يا خالي؟ عندي سلاح. أرجيك إياه؟ نركب ايش المشوط؟ فيه. هاي الكلاشة. شايف هذا التكتل هيك اليهود في راسه في عينه الجبال له. فكرة الواحد لما يكبر يصير يقدر يحب. ما ناخذ في الطار كم بتاع الاعزاء الحبايب. هل بدك تاخذ الطار تاعت ابوه؟ ان شاء الله. لما تكبر بدك تجيب لك واحد زي يا زنبرك الديك هذا. ليش بدك تسوي؟ خلي ابنك استشهاد ان شاء الله. ان شاء الله. طخ على امك. طخ على امك. والله الله علي يا ولد. على المنعشه. وانا حابه يعني الموت في سبيل الله ايش بشرف. بس بديش انا يعني في ابني في ايدي انا اوقع في النار. يعني لو اجاك محمود وقال لك انا بدي اصير عسكري تشجع وتدير اسنان بل يتدرب حاليا؟ لا. في المستقبل اكيد. It's exactly a year since the Israeli troops withdrew from the Gaza Strip in January 2009. Whilst many are gradually repairing their shattered lives, the blockade means the scars of the invasion remain for all to see. Though for some, the wounds are still fresh. So, أول امبارح يعني أنا عن جد بحكي إن أول امبارح حلمت إن يهود مستحين علينا وطالبين خيام تبعهم قال يعيش فيهم. هيك أنا حلمت. فيعني صحيت بحكي ماما على الحلم يعني لحتى الآن بحلم فيه. حتى يمكن في أطفال مش راح يقدروا يحققوا أحلامهم لأنه يمكن إيش توقفهم الأعداء الاحتلال إيش زي هيك. يعني هدول الإسرائيليين اليهود الوحيدين اللي شفتهم بس بحياتي كلها. هذا في الدبابة هذاك ضرب طبيعي هذاك هذاك دوب ليش طب بتحب تطبخ على اليهود؟ Omsiat's brother Supe is still being visited by the counselors. طب لو طخينا اليهود احنا ما في شغلنا؟ ايش بده يفيدنا لما نطخ اليهود نقتلهم؟ في شغلنا فيهم لكن بالطخ بده يطلع الحقد وبيطلع كمان عارف بايش؟ لما نحكي شو بصير معانا؟ عارف فيها بدنا ايش؟ بدنا بس ايش؟ بدنا نخلي اليهود نبينهم انهم قتلوا. يعني كثير لاحظنا العنف انه الاطفال مايلين عدوانيين، مايلين للعنف بشكل يعني كثير. لانه صار ما لهمش يعني نفس ليروحوا على المدرسه ولا حتى ما صارش نفس لهم يعني يروحوا حتى يتكلموا مع حد، حتى يعملوا علاقات اجتماعيه. يعني كثير يعني بواجهوا ازمه نفسيه الاولاد يعني بعد الحرب، يعني ما كانتش طبعا هذه الحاله قبل الحرب، كلها ايش؟ صارت بعد الحرب.
يعني انا بتوقع انه ممكن الاطفال هذه لو ما تمتش معالجتهم او متابعتهم، يعني بديش اقول علاج، متابعه، يعني كثير راح يكون عندنا عنف، جيل عنيف. يعني في اخضر في شيء غريب، اما لما انتخبنا ناس انتخبت حماس صار مشاكل كثير، وصار يهود لما يعبروا يهدوا ويقتلوا اشي، يعني هي من حماس ومن شو اسمه ومن اليهود، اما فتح كانت خفيف بينها مشاكل بس مش اكثر من حماس.